ناسكم بيعرفوا بعض من كل الدول العربية، بيجتمعوا بيكونوا عائلة. اللي ما بتقدر عليه السياسة دايما الفن هو اللي بيقدر عليه. أنا كثير سعيدة وفخورة بتكريمكم لإلي، بشكركم جدا. ميرسي غزوة، ميرسي كل الشباب يلي هن من أسرة هيثم إسماعيل صديقي النجم اللي كثير شغال بالفيسبوك بشكل جميل. ميرسي على شهادة التقدير، هيدي شهادة بحطها بقلبي. محبة وتقديري لغزوة لكل الأسرة. مين بعد يا هيثم غير غزوة؟ لولو الهاجري حياتي، بموت فيكي. ميرسي على كل شيء، بحبكم كثير. ما تلاقي